يعني عشان نفهم فكر الدكتور عالم صالحي، وانا كنت عملت معاه يعني ربما اخر حوار كان قبل قيام الثوره، وهو كان قال بعض الافكار اللي كانت عنده، وقال حتى ان المولود الاسره اللي هتنجب مولود ثالث، يعني فكره انك هتاخد بقى هشيلك من الدعم اذا انت الاولاد هتزود في المواليد يعني. وعبر عن هذه الافكار بوضوح شديد، وهي زي ما بقول لكم افكار ملائمه جدا للحكومه الحاليه. يجب ان نتوجه ان الاب والام وبالكتير طفلين، وهم دول اللي يبقوا عليهم الدعم سواء في البطاقه او في اي دعم اخر، والتالت بقى هو يتحمل مسؤوليته. انا مثلا مخلف 3 اولاد او 4 اولاد، اجيب اكل الباقي بقى من الدعم، والباقي بقى اصرف لهم من حته ثانيه، اطلعهم مش حاطه في الشارع، خلاص يمنعوا بقى الناس تخلف. انا او اب انا وعندي ولدين هعتني بيهم اكتر بكتير جدا ما يكون عندي 6. ده ناقصين يعملوا ضريبه على الاولاد، والله حرام. طبعا بعض الناس ممكن يقولوا انتوا ضيعتوا الدكتور عالم صلحي قبل ما يبدا، يعني الراجل لسه هيبدا وهو استقال من اللجنه الاقتصاديه، ولسه هيستقيل من مجلس النواب اول ما هيتم الاعلان عن التغيير التشكيل الحكومي لما يبعتوا لي المجلس يعني. لكن هي دي الافكار، ما انا بقول لكم اللي عاوز يجي الحكومه دلوقتي وهو يحمل هذه الافكار. اللي يخلف التالت ده بقى هو مسؤول عنه. شفتوا تعبير الدكتور عالم صلحي؟ طبعا دي افكار عشان نبقى اكون منصفا يعني، شوفوا كانت قبل الثوره، لكن هي دي الافكار اللي الحكومه عايزه كل اللي يقدر دلوقتي يقطع لنا من لحم الناس. اهلا وسهلا، تعالى انت معانا، هو ده منهجها. وبالتالي اللي انت شفتوه مش معنى كده، اصل الدكتور عالم صلحي هنا مش جاي يعني وزيرا للتموين ولا وزير للتضامن الاجتماعي، بس بالتاكيد يعني لما وزير للاستثمار والاقتصاد وكمان نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه، ده معناها انه هيتم الاعتماد عليه اعتمادا كبيرا في رسم السياسات الاقتصاديه والمعيشيه. هي دي الافكار اللي انتوا هتتوقعوها، وما تصدموش من اللي جاي. خلاص هي الحكومه بتعلن هي بتنحاز لايه،